بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الأمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الملك ومن سانحة القول ونافلته ننوه على مسألة عند بعض الناس أو عند غالبنا أنه إذا جاء يستدل من القرآن فتجده يقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويذكر الآية. هذا خطأ فاحش يقع فيه كثير من الناس كما قال أهل العلم، قالوا لأن الله لم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه واحدة، والشيطان أحقر من أن يستعيذ الله منه. إذن ما هو الصواب؟ الصواب أن تقول قال الله تعالى وتذكر الآية مباشرة، أو أن تقول قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وتذكر الآية، لكن لا تقول قال الله تعالى أو بعد أعوذ بالله من الشيطان، أو تقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. يقول السعدي رحمه الله فما بالك بالذي علم السر والإرادات قبل الأفعال والأقوال والكلمات. وأسروا إنه يعلم السر وأخفى، وفي أخفى من السر، نعم، قالوا السر بينك وبين غيرك، والأخفى ما كان بينك وبين نفسك. هذا الأخفى، أنت لسه ما كلمت في إيش؟ الذي ما كلمت في أحد. وهذه الآية تدل على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقال سفيان رحمه الله ما وجدت على نفسي أصعب معالجة من نيتي. أصعب شيء إخوان يمر على الإنسان في حياته أن يعالج النية. فكم من منفق باذل شاركه حب الظهور والرياء، وكم من طالب علم شاركه حب الارتفاع على الأقران. ولذلك قال الناظم رحمه الله وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عند مسلم قال ثلاثة تسعر بهم النار. تأمل في هذا الحديث، وذكر العالم لقرأ الناس القرآن، يسأله الله يقول يا رب أقرأت القرآن فيك، قال كذبت ولكن ليقال عالم وقد كير خذوه إلى النار. والمجاهد يقول يا رب بذلت مهجتي فيك، قال كذبت ولكن ليقال شجاع خذوه إلى النار. والمنفق يقول يا رب أهلكت مالي في مرضاتك، قال كذبت ولكن ليقال جواد خذوه إلى النار. تأملوا الثلاثة، هؤلاء مسلمون وهم تسعر بهم النار قبل الكفار. ما الذي خالط النية؟ يقول ابن رجب رحمه الله يقول كان لأحد مشائخنا بز في مسألة من المسائل، والمسألة هذه شرحها وقتلها شرحا وبز فيها أقرانه. قال ثم كنا في مجلس فأثيرت المسألة فسكت الشيخ ولم يتكلم، فلما خرجنا قلت يرحمك الله يا إمام لماذا لم تتكلم وأنت باري قوسها وخطيب منبرها؟ قال والله وجدت في نفسي حبا للظهور فسكت. هذه مهمة يا إخوان، يا طالب العلم، يا طالب القرآن، يا باذل الصدقة، يا أيها المحب للصور، يا اللي قتلتك الصور،
وانت معطي ريال منتف لعامل النظافة مصوره ومنزله، هو ريال مقطع بعد منتف، وإن جالس توزع لي صار صائمين جزاك الله خير، ومصور الحادث كله وينزل يا شباب شوفوا ترى احنا والله على الخط السريع، مين يجيني مين يدفع معي هي. يا رجل اتق الله في نفسك. الشيخ محمد الأمين صاحب أضواء البيان كتب كتابا، وكان الرجل نسابة حافظة عجيبة هذا الرجل رحمه الله، كتب كتابا في الأنساب لم يسبق إليه، قال ثم حرقته ودفنته، قال ولما؟ قال داخلتني نية الارتفاع على الأقران. عشان يقول أحسن كتاب في الأنساب مين كتبه؟ أنا اللي كتبه. وتستطيع أن تجمع مادة بعنوان علماء حرقوا كتبهم. بشر بن الحارث الحافي ليس واعظا فقط، كان محدثا، لكنه كان يقول إن في القلب شهوة من قول حدثنا وأخبرنا. يا يعني والله القلب كده لما يقعد تقعد والله فلان يحفظ الحديث هذا، والله عند الكتب الستة والتسعة والتسعة عشر إيش هذا، وجد يقول القلب له شهوة، فمزق الكتاب بعد أن جمع كتاب الحديث كالبخاري مزقه ودفنه. علي بن المديني حية الوادي شيخ المشايخ شيخ أحمد والبخاري روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة، ألف مسندا، قال ثم خرجت في رحلة تأخرت عنها عن أهلنا سنتين أو ثلاثا كما في ترجمة عند الذهبي، قال فلما رجعت وجدت أن الأرض أكلت الكتاب. زمان مو مكتبات تكتب الكتاب وتحطه في خيش وتنتظر. قال فما ارتفعت همتي لكتابة كتاب آخر، خلاص قدر الله ما شاء فعل. وأبو يعقوب منصور بن إسحاق الكوسج، والكوسج في اللغة تعني من تنبت له لحية صغيرة على ذقنه، يسموها التكسوكة، هذه وما بيحلق له، هو ما عنده غيره في هذا المكان، هذا يسموه في الفارس المعرب الكوسج. هذا الرجل أخذ على الإمام أحمد وقرأ العلم على غيره، منصور أبو يعقوب منصور بن إسحاق الكوسج كان من مشايخ الأكابر، وبعدما طلب العلم خرج إلى بلده فإذا بالمطر ينزل، والكتب إن نزل المطر عليها أحالها أوراقا، لأن الحبر كان يكتبون بالحبر ليس طباعة كطباعتنا اليوم، قال فوضعها على صدره واتقى الماء بظهره، اتقى المطر بظهرها حتى أقلعت السماء وسلمت القراطيس الكتب، ورجع ونشر علم الحديث. لما مات رؤية في المنام قالوا ما فعل الله بك يا أبا يعقوب؟ قال غفر لي بليلة المطر. والآن كنت في كلمة يوم الجمعة الماضي عند أحد المساجد، ووالله أخرجت من صندوق خمامة الأوراق مصاحف بيدي هاتين. أي والله العظيم غفر الله لي بليلة المطر. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وتأمل الكلمة، ما قال إنه عليم بالصدور، ما توجد هذا التركيب في القرآن البتة، عليم بذات الصدور بأصل ما في قلبك هما وإرادة، فضلا أن يكون قولا وعملا. جاء أحد مشائخنا من أعضاء اللجنة الدائمة الآن يقول دخلت على أبي، وكلما دخلت على أبي وجدت الكتاب بين يديه
قال فيطوي الكتاب وأصبعه على الكلمة. يقول نعم يا بني. فإن كان الأمر يقضى في حينه قضاه لي، وإن كان يحتاج إلى مزيد وقت طوى الكتاب وعلم مكان وقفه، ثم قال رحم الله فلان اللي هو صاحب الكتاب. بالله مين بيسويها فينا هذه؟ يكون ماسك كتاب ابن كثير بعد ما يقفل يقول اللهم ارحم ابن كثير، ويحط الكتاب. يقرأ في الفتاوى اللهم ارحم علماءنا يا رب، احط الكتاب. قال فقال لي بعدما قصصت له أمري، قال يا بني إن الله لا يخادع، إن الله عليم بذات الصدور. قال فخرجت من عنده وقد طب الله ما في قلبي. خلاص كلمتين انتهينا. تخادع من؟ أتخادع الله عز وجل الذي خلقك ويعلم سرك ونجواك؟ إنه عليم بذات الصدور، عليم بأصل ما يكون في هذا القلب. هذه مسألة مهمة. ولذلك أخي المبارك لا تنظر لنظر الناس إليك. وهذا الباب يأتي بي لمسألة بعض الفضلاء من أبائنا في المسجد، يقول لازم تتكلم على الصلاة على الكراسي، وتكلمنا عنها في درس الأربعاء في درس السيرة، لكن لا مانع ونحن نتكلم على مسألة النية أن نتكلم عنها. وأتكلم في عدة نقاط عجلة وسريعة، ومنها أهم نقطة أنهم إذا جاء بعض الفضلاء من الذين يصلون على الكراسي عند السجود يعلق يديه بين في الهواء. شوفون المنظر هذا لما تشوفون، هذا لا أصل له يا إخوان. وصاحب المقطع عفى الله عنا وعنه دكتور الهاشم من الإحساء قال ومن فوائد تعليق الكفين في الهواء أن الذي ينظر إليك يفرق بين ركوعك وسجودك. وأنا بصلع كان ينظر إلي، أنا منتظر أن أصلع كان يعرف أنه في عوالسه. جاء في أخبار الحمقى والمغفرين عفان الله وإياكم لابن الجوزي كتاب ماتع جميل، بدل ما تغتاب عباد الله وتضحك بالغيب والنميم اضحك بالسند المتصل. يقول رجل صلى صلاة فأتقنها، فبعدما صلى قالوا له ما شاء الله وش الخشوع؟ قال ترى من غير وضوء. هذا من غير وضوء، لو بالوضوء شوفون الشغل. فأنا بصلي عشان الناس. الإمام اللي دخل في المحراب في التراويح عشان ينتظر الكومنتات والتعليقات في اليوتيوبات وفي السناب شات وكل ما فات قد مات، وفي الواتس اللئيم والله قريتك أمس كانت كده، ولا الدعاء كان كده، نص ساعة الصلاة ونص ساعة الدعاء. وين الإخلاص؟ يقول أحد أحبابنا من أهل القرآن وكان مغنيا، شوفوا أسروا قولكم، شوفوا الكلمة الطيبة كيف، كان مغنيا في بلده، فمر به أحد الفضلاء قال ما أجمل هذا الصوت ولو كان بالقرآن، مثل ما فعل ابن مسعود معه زاذان، بالزاء أخت الراء والذال أخت الدال. قال فالكلمة أثرت ووجدت في قلبي خدوشا. والإنسان سبحان الله إذا أراد الله به خير ينتفع بالكلمة وإن كانت قليلة. ما أجمل هذا الصوت للقرآن. قال فأقبلت على القرآن وربنا ادى صوت جميل سبحان الله، أي شيء تقول له اقرأ به اقرأ به. قال وفي بلدي مسجد كبير مثل هذا، قال جيت المسجد كله ممتلئ والناس يصلون في الساحات، فقلت في نفسي هؤلاء لم يأتوا إلا إيش من أجل الواد البلبل هذا الكروان دحين اللي يصلي. قال فوالله وقفت في المحراب الفاتحة نسيتها، يحكيها لي من فمه إلي، سند متصل أعلى من سند البخاري في ثلاثياته رحمه الله، وإن كان كعب البخاري أعلى من كعب وكعب أبيه رحمة الله عليه. قال ثم وقفت وأنا أدعو يا رب يا رب يا رب وأبكي، والناس طبعا يقول لك شوف الخشوع، بكى حتى قبل الصلاة قبل ما يقرأ. قال هو ما هو عارفين أنا ليش أبكي، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم ذات الصدور. قالوا بعدين
مع الاستخارة تذكرت الفاتحة وصليت. قال بعد الصلاة اللي يقبل في راسي واللي يقبل في ظهري واللي يقبل في خدي واللي يقبل في ايدي، والله الليلة ليلة خشوع من الليالي التي تكتب في التاريخ البيزنطي والتاريخ وما في كلام. قالوا ما عرف، أنا كنت أبكي غدراتي وفجراتي والسوء نيتي مع ربي تبارك وتعالى. الناس لن ينفعوا بشيء. وتذكر أول مستعى بهم النار ثلاثة، وقيل السعير أعلى درجات الحرارة التي تخطر على بالك أو لا تخطر على بالك. فنقول يا إخواني تعليق اليدين في الهواء لا أصل له. في ركوعك وسجودك على الكرسي اقبض بكفيك المباركتين على ركبتيك الجميلتين وانتهت القصه. المساله الثانيه في مساله ان بعض الناس عند الركوع والسجود على الكرسي يبالغ في حركه الظهر. القصه ما لها علاقه بالظهر ابدا جزاك الله خير. روى البخاري من حديث ابن عمر صلى النبي على الراحلة عليه الصلاة والسلام فكان يومئ برأسه رفوعا وسجودا وكان سجوده أخفض من رفوعه، يعني هكذا. الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر. الظهر الآن تحرك ما لا علاقة. والآن في كرسي يباع مسمينه كرسي السجود ومسوين له كده من قدام هنا، ها شوفون الكرسي عشان ايش ينزل براسه عليه. لا يا حبيب الله يجزاه خير، راسك ما ينزل هنا ابدا، انتبه لك. فعلها الرجل فنزعت ولقيت. واحد ثاني قال لنا عندي جدتي صلي جالسه، قلت له الله يشفيها عافيه. قال انا اجيب لها الطاوله واجيب لها مخده عشان تسجد على المخده. لا ما لها علاقه الله يرضى عليك، ولست مطالب انك انت تمس راسك بشيء وانت تصلي على دابه او على راحله او ان تصلي وانت جالس. المسألة الثالثة في استواء الصفوف، مشاكل كبيرة ومضاربات الآن في المساجد. أرجع بقدم رأسه ما نعرف النزل حرب البسوس الآن شغالة في المسجد في صلاة الكرسي. نقول يا أخواني الأصل في المسألة أن من صلى من بداية الصلاة واقفا ثم جلس يستوي بإيش؟ برجله. ومن بدأ الصلاة جالسا يستوي بإيش؟ بمقعدته. يسأل سهل يقول يا مطوع أنت طيب، هذا لو سوى معانا برجوله الكرسي بيرجع لورا وحنا ما نقدر ننزل. يقول لك ما يخالف، يقدم القدام يطلع واحد ثاني يا مطوع لو قدم القدام سيبز علينا فين في الصف ولن يستوي الصف. نقول الضروره تبيح المحظورة والضروره تقدر بايش؟ بقدر، لانه مضطر يطلع القدام عشان ما يأذيك انت فين؟ في سجودك. وان الملائكه في الصحيح تتأذى مما يتأذى، في الحديث الصحيح مما يتأذى منه بنو ادم، في مما يتأذى منه المصلون. هذه خلاصة تذكير الناس بأدب الصلاة على الكراسي. هذه في عجالة الدنيا، وإن شاء الله جزاهم الله خير في المسجد هنا في كل مسجد يسوون الابتكار الجميل، التكايات اللي فيها أطراف إيش؟ كتف تريح من وتخض الاشتباك ويصلي الناس بأمان وسلام. لكن هذه هي بالنسبة لموضوع صلاة إيش؟ صلاة الكراسي. حنا نتوقف لحد حد السر وقولكم ويجهروا بأنه عليهم بذلك الصدور. إن شاء الله غدا نتكلم عن اللطف الخفي في أقدار ربنا تبارك وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخفي. أسأل الله أن يوفقنا من كل خير وأن يعيننا على كل بر وأن يأتينا من كل سوء وشر وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنصير البر والتقوى وأن يحقن دماء المسلمين في كل مكان وأن ينصر نصرا عزيزا مبينا وأن لا يفرق جمعنا إلا وقد غفر الذنوب وستر العيوب وتولى الآجال. تم الكلام ربنا المحمود له المكارم والعلى والإثم والصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما لحق قومه ولقد أخذ الأعوان من الحمد.